هاد الورشة كتدخل في إطار واحد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالضبط مع وزارة التجارة الأمريكية، اللي كنستعنوا بالخبرات ديالها لمعرفة هاد السوق هذه والخصوصيات ديالها، لأن السوق خاصة جدا وسوق ضخمة. بحيث الهدف من هذه الورشة هذه هو إعطاء الصناع التقليديين الوسائل والأدوات اللي تسمح لهم بولوج هذا السوق هذه وتسويق المنتوجات ديالها بطرق علمية ومدروسة. مؤسسة الدار الصانع هي مؤسسة عمومية مكلفة بإنعاش قطاع الصناعة التقليدية. الدور ديالها تتجلى بأنه تتعامل مع المنتجين، مع منتجين الصناعة التقليدية، لأنه باش كيسهلوا لهم الولوج للأسواق خاصة على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار كيدخل هذا الورش التكويني هذا. هذه كانت اون سيري دو فورماسيون دونك ديناها من العام اللي فات، كنشرحوا لنا كيفاش تسهيل المرور بحال دابا المنتوجات الصناعة التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية، طرق ديال التعشير، شنو الشروط ديالهم في لي برودوي اللي يقدروا نصيفطوا، التوجهات ديال المشتري الامريكي، الذوق ديالو، دان بزاف ديال المعلومات اللي غتسهل علينا باش نفهموا المتطلبات ديال السوق الامريكي اللي سوق ضخمه جدا واللي كتطلب بزاف المنتوجات المغربيه ولكن بشروط خاصه ديالها. اذا الا عرفنا هاد الشروط وعرفنا هاد التوجهات غنعرفوا شنو ننتجوا وشنو المواصفات ديال المنتوجات المغربيه اللي غتروق للسوق الامريكيه، وبالتالي نبيعوا اكثر ونصدروا اكثر المنتوجات ديالنا. كنا خرجنا لبعض المدن الامريكيه، منها نيويورك، منها اتلانتا، وشفنا داك الشعب الامريكي مهتم بهذا القطاع هذا ديال الصناعه التقليديه، تيهتم بالتراث، تيهتم بما هو اصيل. من تما خطنا حنا الفكره وقلنا هذا السوق هذا الامريكي راه مهم للمغرب، علاش لا. من بعد ما اتصلوا بنا الناس ديال دار الصانع ولا الوزاره، مشكورين على هذا التسمين هذا اللي تيديروا وهذه المجهودات ديالهم. هذا الثالث فورماسيون تنحضروا فيه، كل فورماسيون تيتكلم على شكل الكليان الامريكي. ماشي ساهل باش يمكن لك توصلوا، لان خصك تكلم له على المنتوج، الطريقه ديالو، المواصفات، لان احنا الحمد لله هنايا دابا في المغرب حاصلين على الشاره الوطنيه وعلى لا سيرتيفيكاسيون، وهادو هما النقط اللي يسهلونا.